السلام عليكم، معكم هشام مدينة التصويرة كمهندس تدقيقية. اختي راه تقهرنا بزاف لانه راه من شهر 3 وحنايا مريحين، لا اله الا المدرسة والله راه ما خدامينش، لا الدراري اللي معايا لا الدراري اخرين من الفرق الاخرين اللي كاين تحت التدقيقية تاع هما، راه الصغر ديالهم ولا كلشي، الناس راه ما خدامين ما والو، لا اله الا محمد رسول الله، ما كاين شي حاجة من يجبدوا شي ياسميتو، ما كاين لا معامل، ما كاين لا تدقيقية والو، كنهز الخير على السبعة الكرا، وكاين اللي تابعوا الضو، وكاين اللي تابعوا الماء، وكاين اللي خلص اختيار في الماء وعاود تشرلطوا خلص فيه الاختيار، على اله الله محمد رسول الله، راه بنادم ما كاينش شي حاجه من سميتو، وكنشدوا اختي المسؤولين بان يشوفوا لنا شي حل هذا سميتو، راه هذه هي اللي راه غادي نجوج بهاد المهنه هذه ندير بها وليداتو وكاري بها وسميتو، راه الله يغسل العوان اي واحد، راه بنادم راه مضري. مرحبا بك سي محمد زخراشي على الاذاعه على القناه ديالنا، الله يخليك. شنو ممكن تقول لي بخصوص الوقفه الاحتجاجيه اللي نظموا ممولين الحفلات في صويره؟ السلام عليكم. ما بغيت نقول لك هو انه هذه الوقفه درناها على اساس انه حنا ضروري بالنسبه لقطاع الموسيقى، ضروره بزاف انه حنا كنخدموا غير موسميا، ولهذا درنا هذه الوقفه هذه باش الناس المسؤوله تشوف من الحاله تاعنا، لانه حنا ضايعين صراحه. هادشي اللي كاين، واش الناس المسؤولين ديجا خداو شي خطوه بالتواصل معكم، ولا ان انعدام التواصل هو اللي خلاكم اليوم تخرجوا باش انكم تديروا هذه الوقفه امام مقر العماله بصويره؟ فعلا هادشي ولا جينا حنايا، لانه ما كاينش اللي عيط لينا ولا قال لنا شي حاجه، علينا ما نديروا طلبات، علينا ما نصيفطوا، بالحق مازال ما توصلنا حتى شي حاجه، لهذا اضطرينا باش نديروا هذه الوقفه هذه باش ندو فيها انه الناس هادو تنساو، حيت تنسينا نيت فهمتيني، لدرجه انه الغالبيه ديالنا باعوا الماتيريال ديالهم، باعوا الالات ديالهم، باعوا بزاف د الحوايج باش يسيروا على ولادهم، قطعه في المدرسه والعيد داز من قبل، وصراحه حنا ما كنشدوا هاد الناس مسؤوله تشوف من حالنا. السلام عليكم، هشام الحطي نائب رئيس جمعيه ممولي الحفلات في الصويره، ممول حفلات ايضا. اليوم كما كتشوفوا يعني هذه وقفه جات يعني متاخره، ولكن متاخره يعني نتيجه اشنو؟ نتيجه ان هاد الناس راه الناس كانوا كيعانيو في صمت، يعني كانوا ساكتين، هاد الناس فئه اللي هي كتحشم، يعني واخا كتشوفوهم انتوما في اطار تنظيم الحفلات وفي اطار سميتو يعني هما عندهم واحد الشجاعه، ولكن راه من الناحيه الانسانيه راه الناس راه هما تضرروا يعني بواحد الصفه يعني كبيره، والان راه اليوم ما خرجوا يعني حتى نقولوا بالدارجه انهم راه وصلت فيهم العظم، الناس راه كتبيع حوايجها، الناس كاين اللي عنده ماتيريال كيسوى 60 مليون 70 مليون 140 مليون وكيبيعوا بواحد الثمن اللي هو بخس، وكيبيعوا بالليل ما كيرضاش، كيعيط للناس كيهزوه بالليل، لاش غير باش يضمن ذاك القوت، لانه كان كيعيش في واحد المستوى ولا في مستوى اخر، ولا عنده وليدات، عنده يعني كاين اللي طلقنا حالاته، كاين اللي دخل على الكريدي الاول والكريدي الثاني والكريدي الثالث، حنا هذا الشيء يعني واحد الحاجه اللي هي كتألم، يعني باش تتكلم فيها راه كتألم. حنا كنشوفوا الشكايات ديال الاخوان كنلقاو بهم، لانه عندنا معاهم علاقات من ناحيه السربايه، الناس اللي فهم ضمينه، هذا قطاع كيشغل واحد الشريحه اللي نقدروا نقولوا شنو نقول لك، نقدر نقول لك المدينه كامله، راه ممول الحفلات الا تحرك راه كتحرك المدينه كامله، راه ممول الحفلات تيخدم معاه السرباي، تيخدم معاه بشكل هادو بشكل مباشر السرباي، تيخدموا معاه لي فام دميناج، تيخدموا معاه مول الورد، تيخدموا معاه الدقيقيه، الناس ديال الجوق، يعني هادو بصفه مباشره، بصفه غير مباشره راه كاينين الناس اللي كيبيعوا اللحام، الناس اللي كيبيعوا الحوت، الناس اللي كيبيعوا الدجاج، قشاشه، البقاله، لي سوبر مارشي، يعني واحد يعني واحد السيركل اللي تقدر تلقى المدينه كامله خدامه مع ممول الحفلات، وهذا الشخص راه كيحتاجوه الناس ملي كيكونوا فرحانين، كيحتاجوه ملي كيكونوا قرحانين، هو كان الاولى هذه الحكومه، هو اول واحد بصفته منظم، يعني راه هو اللي كان غينظم العمل في هذه الجائحه، راه ما يمكنش الا ينظم، هو اليوم واقفين هاد الناس ما طالبينش انه ياخذوا داعم او لا ياخذوا شي معونه، هاد الناس راه طالبين يخدموا، راه ما باغيينش الدعم، وما عمرهم طلبوه وما كيطلبوش وما عمرهم غيطلبوه، باغيين يخدموا، علاش يتقصى هذا القطاع بوحده، مع العلم انه هما تيشتغلوا يعني بصفه يعني ماشي في العام كامل، راه هما سيزونيير، لا سيزون ديال الخدمه راه دازت شهر 8 راه ما اشتغلوش نهائيا، دابا الناس كيغوتوا دابا باش يخدموا، تيخدموا على الصيف. مدينة المصويرة،
المهم هاد الدومين اصلا مضرر وما تسنينا الصوره باش زعما يتحلوا هذا حتى شي نتيجه. ودابا راه خرجوا الناس ديال الدومين واخا ما خرجوش كلشي، المهم راه خرج واحد الفئه منهم اللي كتعبر على الضرر ديالها اللي لحق بالدومين وحقنا مجموعين، لا طباخات لا مكافات لا ممولين لا سربايا، المهم كلشي راه مضر. سيتي ميرا نسيت شي حاجه، كلشي كنا العصافي قلتها في واحد المنبر اخر كلشي صافي معلم. السلام عليكم، السي مصطفى الماني معنا اليوم كممثل عندنا قطاع دي جي مصويره، شنو ممكن تقول على الوقفه الاحتجاجيه اللي درتوها امام مقر العمل اليوم؟ واخا كنشكركم رجاء وكنشكر الحضور ديالكم، واخا هاد الوقفه هادي تعطلات شويه، مي حنا جينا ندويو في هاد الدومين هذا اللي هو مكرفسين وتضررين بزاف بزاف، كما كيعرفوا الناس كاملين والاخوان، حنا راه من شهر ثلاثه ما تحركنا ما خدمنا ما درنا حتى حاجه. يعني من شهر ثلاثة حنا شحال هذيك كنا تنخدمو غير تتخدم على ثلاث شهور في العام، يعني العطلة ديال شهر ربعة وديك شهر ونص ديال الصيف، يعني يلاه يلاه تتكافى مع المصاريف مع الكرا مع الصير ديال ولاد مع الصير ديال والديك، يعني يعني حنا راه كاريين ماشي شاريين ولا زائد واحد الحاجة كنا راه كنا حنايا تنكرو غير الماتريال، فهمتيني؟ يعني تنبدا تصوير ما كاينش فين تخدم، انا كون كان البديل إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.